المكتبه ديال الجمعيه الوطنيه المربي الاغنام والمعز منضمين في تجمعات. مثلا حنا كنتواجدوا اليوم بتجمع بني مسكين الغربيه اقليم سطات، فهذا التجمع عنده التقني ديالو، التقني كيقوم بالتاطير التقني الصحي ثم التاطير اللي كنسميوه حنا ديال تحسين النسل، وهذا كيمكن الكسابه باش يستافدوا من الخبره اللي ركمتها الجمعيه من جهه، وباش يستافدوا من تحسين الناس اللي الدوله كتشجع عليه بالنسبه لسلاله السردي في هذه المنطقه. فالجمعيه الوطنيه المربي للاغنام والمعز تشارك للسنه الثالثه على التوالي في عمليه ترقيم الاضاحي اللي غتوجه هذا العام ان شاء الله لعيد الاضحى 1441 بالشراكه مع مصالح وزاره الفلاحه وكذا المكتب الوطني للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه. فالجمعيه كتقوم بترقيم الاضاحي الموجهه للعيد بالنسبه للمنخرطين في الجمعيه، وكذلك بالنسبه لجميع الكسابه سواء المنخرطين ولا ماشي المنخرطين في 4 من الجهات المملكه اللي هما خنيفره بن ملال، فاس مكناس، طنجه، تطوان الحسيمه، وكذلك جهات الشرق. فالتقني ديال الجمعيه فاش كيجي للزريبه ما كيقومش فقط بالترقيم، ولكن كيقوم بمراقبه الصحه ديال الحيوانات وكذلك جوده الاعلاف المقدمه لهم. ومن هذا المنبر كنشكر الكسابه ديال الجمعيه لانهم رغم الظروف الصعيبه، رغم تعاقب سنوات الجفاف والثمن المرتفع ديال الاعلاف، فهم حافظوا على نفس الجوده، وهذا من المواطنه ديالهم ومن الهم اللي هزينوا على ود المستهلك. نظرا لظروف جائحه كورونا فقامت الجمعيه بالتركيز على ما يسمى بيوسيكوريتي ولا السلامه البيولوجيه. فالانتقال التقني من زريبه لزريبه كيقوم بمجموعه من الاجراءات اللي كان كيقوم بها بالايام العاديه، ولكن تم التقويه ديالها، وذلك باعطاء مجموعه من المطهرات، الادوات الاحاديه الاستعمال، وكذلك الادوات القابله للتطهير. فعمليه تحسين النسل اللي كديرها الجمعيه تحت الاشراف ديال وزاره الفلاحه، فكل سلاله يتم تحسين النسل ديالها فيما يسمى مهد السلاله. فهذا المنطقة كتوجد في إقليم سطات اللي هو في مهد السلالة ديال السردي. مثلا إذا مشينا لمنطقة أخرى فالسلالة اللي غيتم تحسين النسل ديالها هي السلالة اللي حددها القانون ولا وزارة الفلاحة اللي تم تحسين السلالة ديالها في ديك المنطقة. قبل ما كيكون تحدث هاد التجمع هذا كان الكساب غير كما كنقولوا بالدارجه كسيبه عشوائيه، ولكن الحمد لله في هاد المده هذه اللي تنجي فيها هاد التجمع ليه اموره غادي دابا من الحسن الى الاحسن. والمشاكل كثيره، لان بالنسبه للسنه هذه ومن بعد السنه اللي قبل منها كان سنه الجفاف. الكساب الله يكون في عونه لان عانى كثير، عانى كثير من المحنه، لان كيعاني من ناحيه المواد العلفيه غاليه، كيعاني من تأطير هو مكلفه به الجمعيه، ولكن المشكل اللي عنده هو ديال العلف، لان مشكل ديال العلف كيعاني منه كثير، لان العلف طالع وجا هذا الوباء كورونا 19 هو اللي اثر كثير، لان السوق تسدات والناس بحال انحصرت، ما بقى عندهم ما يقدموا ولا ياخروا. ما كانش العيد راه هاد الناس هادو خصهم يقلبوا على شي حاجه اللي خصهم يدفعوا، لان هاد الناس هادو راهم كل واحد منهم جار واحد مجموعه ديال 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 الوليدات ديالو والعائله ديالو كيعيش من هاد الكسيبه هادي. الاستفاده ما استفدتش من الصناديق اللي هي دعمت اللي دعمت هاد 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 الوباء اللي هو سلطوا علينا الله، هو وباء عالمي. اذا هاد الكسيبه راه ما وقع عنده فين غادي يتجه. مصلحه المواطن مع مصلحه الكساب، لان الكساب كينتج كيوجد، خاص يكون العنايه، خاصني نعتنيو به. مادام حنا عندنا واحد السيد تينتج لينا منتوج داخلي خاصني نعتنيو به. حنا دابا كنشوفوا المنتوج الداخلي ما كيتشجعش. حنا دائما كان عندنا عيد كنمشيو نقتنيو اللحم من برا،
كان عندنا نقص شي مواد ديال العلف كنمشي نقتنوا من برا. حنا المنتوج الداخلي ما كنشجعوش، كانت الجهات المعنيه كتدعم الكساب والفلاح اللي هو هذا الكساب والفلاح اللي كنهضر عليه اليوم انا هو الكساب اللي ما تيحسبش. اما الناس اللي كيحسبوا راه ما بقاوش كيديروا هذه الكسيبه هذه، والناس اللي كيعرفوا راسهم باش اش كيدخل واش كيخرج راه ما يديرش هذه الكسيبه، ولكن واحد الفئه غادي تنقارب وغادي نوحلوا غنشوفوا ما بقاش نبقاو نشوفوا هذا الشيء اللي حنا واقفين فيه دابا اليوم. الجهات المختصه خص العنايه بهذا الكساب هذا ويعلموا اليوم على العيد، لان اليوم راه كاين 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 فئات كتستغل الفرص كتدور في الزريف ديال الناس وكتشري بالكسيبه بالثمن اللي بغا. ما كانش العيد راه هاد الناس هادو خصهم يقلبوا على شي حاجه اللي غسميتها، لان هاد الناس هادو راهم كل واحد منهم جار واحد المجموعه ديال 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 الوليدات ديالو والعائله ديالو كيعيش من هاد الكسيبه هادي. اليوم الا ما كانش العيد والسواق تسدوا هادي 3 شهور هاد الكساب في غادي يمشي، مول العلف كيسالو مول الكرا اللي كاري الغلم ديالو ولا كيسالو، اذا في غادي يمشي هاد الكساب. الاستفاده ما استفادتش من الصناديق اللي هي دعمت اللي دعمت هاد 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 الوباء اللي هو سلط علينا الله هو وباء عالمي، اذا هاد الكساب راه ما وقع عنده فين غادي يتجه. فبحكم التنقل ديالنا من زريبه لزريبه، حنا كتقنيين الجمعيه الوطنيه لمربي الاغنام والماعز كنقوموا بمجموعه من الاجراءات الوقائيه باش ما ننقلوش شي مرض من زريبه، يعني من كساب لكساب واحد اخر. ونظرا للجائحه كورونا اللي عرفتها بلادنا فزدنا دعمنا هذه الاجراءات هذه بوضع القفازات وضع الكمامة وكذلك تعقيم الأيدي خلال كل عملية، يعني في بداية ونهاية كل عملية، وكذلك البدلة ذات الاستعمال الوحيد والأحذية البلاستيكية القابلة للتطهير، وتعقيم وكذلك تعقيم السيارات في الجمعية.